السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الندى الفضائية، ومع حلقة جديدة من برنامج أزهار القرآن. نتعرف على زهرتها هذه الحلقة، الزهرة الأولى سلمى سيد. ازيك يا سلمى؟ عاملة إيه؟ دايما بتصل علينا في كل حلقة تقريبا، صح؟ ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا سلمى. وطالما قلنا سلمى يبقى الزهرة الثانية أخت سلمى، برضو كانت بتصل علينا وهي حبيبة سيد. ازيك يا حبيبة؟ اسمك حبيبة سيد برضو زي سلمى سيد؟ انتوا اخوات يعني، واسمكم اسم بابا واحد. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الجمال ده يا حبيبة؟ ايه اللي في هنا ده وهنا ده؟ ألوان جميلة جدا يعني. عندك كام سنة يا حبيبة؟ 5 سنين. 5 سنين؟ حافظة قد ايه من القرآن؟ جزئين. جزئين، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وانت يا سلمى عندك كام سنة؟ عندي 8. 8، وحافظة قد ايه من القرآن؟ 11 جزء. 11 جزء، ما شاء الله ما شاء الله، 11 جزء. يعني انت فين؟ في سورة القصص. في القصص، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك ويحفظك انت وحبيبة ويبارك في والديكما. طيب احنا معانا سورة الكوثر ولا التكاثر؟ لا، الكوثر. لا، التكاثر بقى، صح؟ سورة التكاثر اليوم. اللي حاب يتواصل معانا من خلال اتصالات هيقرأ معانا سورة التكاثر. نبدأ إن شاء الله؟ نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. لا حبيبة نامت مننا واحنا لسه في أول حلقة، لسه بنبدأ خالص أهو. أنت جميلة يا حبيبة ما شاء الله عليك، كتبتك جميلة جدا. ماشي؟ بس أنا عايز بقى إيه؟ عايزك تصحصحي معايا، تمام؟ كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها يوم عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما شاء الله، انتوا عارفين ان السوره دي من الصور اللي الواحد لما يقراها يبقى خايف كده وبرعوب. اه والله، يعني الناس كلها مشغوله بالاموال والاولاد والدنيا، تمام؟ فربنا عز وجل يقول الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حتى ايه؟ يعني متوا، لحد ما تموتوا. وبعدين بقى وعيد من ربنا سبحانه وتعالى، كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. من شغلكم عن بالاموال والاولاد والدنيا عن عباده الله. ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. كل واحد كان في نعمه ربنا يساله ايه؟ يساله عنها يا حبيبه، صح؟ صح؟ ما شاء الله حبيبه جميله جدا هي وسلمى. نسمع بقى لسلمى وبعد كده نسمع لحبيبه قراءه سوره التكاثر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لتسألن. ثم لترونها. حبيبي بتعمل كده بدماغها. ثم لترونها عين اليقين.
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن النعيم. عن النعيم. ما شاء الله عليكي، طبعا الصورة فيها غنى كثيرة جدا، محتاجة لإيه؟ لضبط الإيه الغنى. حبيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل. ألهاكم التكاثر حتى زرتم حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا. لا مين معلش. ثم كلا. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. جميل. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن النعيم. عن النعيم. ما شاء الله عليك يا حبيبه انت وسلمى. طبعا اللي اسمها حبيبه وسلمى وبيكلموا في التليفون يقول ده هم هنا هيكسروا الدنيا من الكلام والحركه لكن الاستوديو ليه برضه رهبه، صح كده؟ مش قليلين شويه؟ لكن شويه كده وبعد كده هنلاقي بقى ايه؟ صح؟ هنلاقي الدنيا اتغير خالص. طيب ايه رايكم بقى نكمل حكايه وقصه سيدنا مين؟ ابو بكر الصديق. نذكر بس مشاهدينا الكرام بسرعه كده اللي قلناه في الحلقه الايه؟ الماضيه. سيدنا ابو بكر كان مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم ولازم له في ايه؟ في معظم وقته. قبل الايه؟ قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، صح كده؟ وسيدنا ابو بكر الصديق اول من اسلم من الايه؟ من الرجال. وسيدنا ابو بكر الصديق صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولقب بالصديق ليه؟ لان لما ذهبوا له الكفار من اهل قريش وقالوا له ان صاحبك يقول بانه اسري به الليله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، والرحله دي كانت بتاخد شهر كامل. فازاي في ليله بالليل كده ها صاحبك بيقول كده؟ الطبيعي يقول ايه؟ يقول لا انا ما صدقش نقول كده. لكن هو بيصدق مين؟ بيصدق النبي. قال ان قال فقد صدق. ان قال فايه؟ فقد صدق. نكمل بس بعد ما ناخد الحاجه احسن. ولا السلام عليكم يا حبيبي. ولا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الفاضل. ازاي حضرتك يا امي؟ يا ربنا يبارك فيك، يا ربنا يحفظك. يا حبيبي انا بنتظر بقى بفوق الصبر بسيب كل حاجه عشان البرنامج بتاع حضرتك الجميل ده اللي ملا حياتنا سعاده والله. الله يرفع قدرك، ربنا يغفر لنا ولك. الله يملا حياتنا سعاده يا ابني. الله يرفع قدرك. ازيك يا سلمى انت وحبيبي؟ انا بسمعك كل يوم. اه ما شاء الله كل يوم يتصلوا علينا وتحس كده هم بيتكلموا. اه بسمعهم ان هم يعني ايه زي ما بقول كده هيتكلموا كتير معايا لكن واضح ان هم لحد دلوقتي لسه هاديين يعني. معلش الهوا ليه رهبه برضه. هنخرجهم من الهدوء ده ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يبارك في حضرتك. الله يرفع قدرك، ربنا يبارك فيك. ده ان شاء الله. اتفضلي. ربنا يبارك فيك كل القائمين عليها يا رب. امين يا رب. امين امين امين. يبارك في حضرتك طبعا يا شيخ اشرف. الله يرفع قدرك. ربنا يبارك في عمرك يا رب. الله يبارك. ان شاء الله. ابدأي ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ما شاء الله عليكي، بارك الله فيكي، ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيكي امي الغاليه. ارجع لكم بقى، صلوا على النبي. انت صايمه ولا ايه يا سلمى؟ اه باين عليكي الصيام مخليكي مش قادره تتكلمي خالص. وانت يا حبيبه صايمه؟ ها؟ مفطره. جميله قوي بقى الحبيبه دي بقى، مفطره مالكش فتره، صح كده؟ طب ليه مفطره؟ عشان انا باكل وشرب. اه بس اسمك ليه ما قلتيش انا فاطره؟ لان الفاطر هو الله، ما ينفعش نقول انا فاطر. نقول زي ما قالت الحبيبه كده الجميله كده، قالت ايه؟ انا مفطره. يعني انا ايه؟ اكل واشرب.
لكن الفاطر هو الله، الله فاطر السماوات والارض، صح ولا ايه؟ يبقى احنا هنقول ايه لما يجي حد يقول ان هو مش صايم اليوم؟ من اطفالنا طبعا، مش من الكبار، واطفالنا الصغيرين خالص، زي حبيبه كده يقول انا ايه، انا مفطر مش انا فاطر، ما تنفعش خالص، صح؟ جميل جميل جميل. طيب كلتي ايه ولا بلاش بقى؟ كلتي ايه الصبح؟ ها؟ كلتي اكل صح؟ ما انا عارف. طيب خلينا نكمل بقى القصه، نرجع بقى لسيدنا ابو بكر الصديق. سيدنا ابو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليه الى بيته وقال له اذن لي ربي بالهجره الى المدينه. فماذا قال الصديق سيدنا ابو بكر الصديق؟ قال الصحبه يا رسول الله، انا خدني معاك صاحب ورافقك في هذه الايه الرحله الطويله بين مكه والمدينه، مسافه طويله جدا 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 جدا، ايام لو 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 بجمال او يعني بفرس، تمام، ياخذوا فيها، كانوا ياخذون فيها اياما للسفر، تمام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحبه يا ابا بكر، ومشي هما الاثنين وطلعوا على فين؟ على غار ثور. داخلين من الغار كده سيدنا ابو بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم انتظر يا رسول الله. ليه يا ابو بكر؟ لانظر. ايوه، عشان يخش الـ 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 الغار ويشوف هل في حاجه تاذي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يؤذى اولا، لكن النبي لا. شفتوا حب النبي؟ ناخد دعاء. قولي السلام عليكم يا سلمى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سلمى؟ بتقول لك ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. لا مش سامعة صوتي خالص. عاملة ايه؟ سامعة صوتها يا دعاء، ده دعاء صوتها أعلى منك. ها؟ كويسة الحمد لله. أيوة كده. ازيك يا حبيبة؟ الحمد لله. كويسة؟ ربنا يوفقك. يا رب. ازيك يا دعاء عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك وازاي مي وعبد الرحمن؟ وانت كتير والله. ها؟ حضرتك وحشنا. وانت كمان والله يا دعاء، ربنا يبارك فيك ويحفظك. اقراي معانا بقى سوره التكاثر. انا زعلان قوي عشان النور مقطوع. النور مقطوع؟ ايه؟ معلش دلوقتي يجي ان شاء الله. طب احنا معانا سورة التكاثر يا دعاء. سورة التكاثر. اقرأ؟ اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بارك الله فيك يا دعاء. ها هتدينا مي ولا نشيد؟ ها ممكن اقول نشيد؟ وقولي نشيد. رابعة بين البشر من غير طول او قصر. والشعر اسود لونه والوجه حتى القمر. والشعر اسود لونه والوجه حكاه القمر. وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا. يرويه أصحاب كرام. منهم علي ذو الوفا. منهم علي ذو الوفا. بارك الله فيك يا دعاء، ما شاء الله بتوصف النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن ما تقرأ؟ مديني مي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مي؟ ازيك يا أشرف عامل ايه؟ في نعم والله والحمد لله. تقرأي؟ يا سلمى على حبيبة سلمى؟ سلمي على سلمى.
ازيك يا سلمى؟ عامله ايه؟ الحمد لله. سلمي على حبيبي بالمرة بقى. ازيك حبيبه؟ ممكن اقرا؟ اقراي يا مي. اقرا يا شيخ. اتفضلي يا مي اقراي اسمعي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترون عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا الغنى بقى. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بارك الله. اتفضل عبد الرحمن. اديني عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ أشرف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الرحمن ازيك؟ حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. حافظ التكاثر ولا لسه ما حفظتهاش؟ لا حافظها. طب يلا سمعني. عليكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم التكاثر حتى. بص يا عبد الرحمن، عبد الرحمن يا عبد الرحمن، ما تقولش الهاكم التكاثر، الهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علما يقين لترون الجحيم، ثم ترونها علما يقين، ثم تسألن يومئذ عن النعيم. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. طبعا عبد الرحمن صغنون خالص، عشان كده احنا ما بدأناش معاه في الغنى، صح كده؟ بس هو لسه صغنون، لكن هو ما شاء الله جميل عبد الرحمن ودعاء أمي. نكمل بقى قصة سيدنا ايه؟ ابو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم انتظر، ودخل هو ايه؟ الغار. فلقى فيه ثلاث حفر او ثقوب، ماشي؟ او جحور، سموها ايه زي ما سموها. فوضع جزء من ثوبه في حفرة منهم، وسد الحفرتين الاخرتين بقدميه، حط رجل في حفرة ورجل في حفرة تانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ادخل. ايه ده، سدهم برجليه؟ اه سدهم برجليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان متعب جدا، فنام في حجر سيدنا ابو بكر الصديق. ايه الجمال ده؟ تخيلوا كده واحد يبقى قاعد كده والنبي صلى الله عليه وسلم ينام في حجره. ياه جميله صح؟ كلنا نتمنى هذا. فنام النبي صلى الله عليه وسلم، وجي شيء لدغ سيدنا ابو بكر الصديق من رجله. وسيدنا ابو بكر الصديق مش عايز يشيل رجله. ليه؟ عشان لو في اذى ما يخشش للنبي صلى الله عليه وسلم. نكمل بعد ما ناخد الحاجه فاطمه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. اهلا بيك واحفادي. ما شاء الله، ده انا عندي احفاد كتير. انا دلوقتي معتبره نفسي جدا لكل اللي هيجي في الكلام. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك في عمر حضرتك. الله يخليك ويبارك فيك. اقرا عشان يصححوا لي هم. لا ده يعني حضرتك ما شاء الله عليك، ربنا يرفع قدرك يا رب. الله يبارك فيك ويعزك يا رب. يا رب يبارك في عمرك. جزاك الله خيرا والله. يا ربنا يحفظك. امين يا رب. ابدا ان شاء الله. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
الرحيم. ما شاء الله عليك حاجة فاطمة، ربنا يحفظك ويبارك فيك ويجعلنا وإياك من أهل القرآن والسامعين آمين يا رب. الذين هم أهله وخاصته، رفع الله قدرك. أرجع بقى أكمل إيه اللي حصل بقى. في شيء لدغ سيدنا أبو بكر الصديق، ثعبان عقرب بقى مش عارفين إيه هو. طيب سيدنا أبو بكر يشيل رجليه؟ لا، فضل متحمل الألم وبدأ يبكي من شدة الألم، مش عايز يصحي النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ حتى سقطت دمعة منه على خد النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي يا حبيبة عليه الصلاة والسلام. النبي استيقظ فقال له: ما أبكاك يا أبا بكر؟ قال: لا شيء يا رسول الله. عايز النبي يستريح وما يشغلش باله بيه. فقال له: ما أبكاك؟ قال: لدغني شيء في إيه؟ في رجلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أريني، يعني وريني رجليك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم نفث في رجله فخفت وبرئت بإذن الله. إيه ده؟ في حد يعمل كده؟ آه، في الصديق أبو بكر، صح؟ فضلوا كام يوم في الـ في الـ في الغار؟ في غار الثور؟ 3 أيام. كانوا بياكلوا إزاي يا حبيبة؟ أنت وسلمى؟ بيشربوا منين؟ غار ده أنتوا عارفين غار ده يعني إيه؟ ها؟ بتكون حفرة في الجبل. أيوه، حفرة في الجبل، يعني جزء من الجبل كده محفور لجوه، صح كده؟ هيجي لهم منين الأكل والشرب؟ آه، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب كلها. تمام؟ وعمل ايه سيدنا ابو بكر؟ رتب هذا الامر، رتب موضوع الايه، الاكل والشرب. بس تينا اسماء، ها، اول ما الليل يخش تروح للنبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر بالطعام، تمام كده. وعامر ابن فهيره ده كان مين؟ ده كان شغال عند سيدنا ابو بكر الصديق، كان مولى عند سيدنا ابو بكر الصديق، تمام. ده كان بيعمل ايه؟ ده كان معاه غنم، كان بيرعى غنم لمين؟ سيدنا أبو بكر الصديق. فكانت أسماء تودي الأكل، وعامر يمشي ورا بالغنم ورا رجليه، عشان هم زمان كانوا حاجة اسمها اقتفاء الأثر، كانوا عايزين يعرفوا فلان ده راح فين، يتتبعوا إيه أثر رجليه، مكان رجليه. إحنا دلوقتي في عندنا أسفلت وفي عندنا سيراميك وفي عندنا، صح كده؟ لا، الأرض كلها كانت ترابة، فكانت الرجل بتعلم من؟ هالة. ناخد هالة. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا هالة؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. ها، حافظة سورة التكاثر؟ اه. طب يلا سمعيني. هل هيكم؟ لا، ما اتفقناش على كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون. انقطع الاتصال، كنا عايزين نكمل مع هالة الاتصال وهي قراءتها ممتازة وجميلة، صح؟ طب نكمل بقى مع سيدنا أبو بكر الصديق. يبقى عامر ابن فهيرة ده كان ايه؟ كان مولى لسيدنا أبو بكر الصديق. كانت ستين أسماء تروح بالأكل، تودي الأكل، وهو يمشي بالغنم وراها وهي رايحة وهي جاية، عشان ايه؟ يشيل أثر رجليها خالص. وهو كده كده هو راعي الغنم، فمحدش يشك فيه أبدا. وكان يوصل عند الغار ويسقي النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق من ألبان الايه؟ الغنم. يبقى كانوا بياكلوا ايه؟ ويشربوا. طب عايزين يعرفوا أخبار مكة، ايه اللي بيحصل في مكة؟ الكفار بيدبروا لهم ايه؟ كان عبد الله بن سيدنا ابو بكر الصديق كان شاب صغير، تمام؟ كان يروح برضه يقعد في وسط بقى اهل مكه يسمع الاخبار. ده هم ايه؟ وهبوا 100 جمل للي ياتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر الصديق حيا او ميتا. ده هم وصلهم خبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتجه جهه الايه؟ جهه الشمال، اتجه جهه الجنوب. فيبقى اخبار مكه توصلهم عن طريق مين؟ عبد الله ابن ابي بكر. وبرضو عامر ابن فهيره كان يمشي برضو بالغنم ورا سيدنا ايه؟ عبد الله، عشان ما حدش ايه؟ يعرف، صح يا حبيبه؟ مش حدش يعرف ان هم مشي وراح وصل لهم. قعدوا كام يوم في الغار؟ 3 ايام.
بعد كده خرجوا من الغربة بس ما خرجوش باتجاه الايه المدينه، عملوا لفه كده بعيده شويه عشان هم عارفين، انتوا عارفين ان معظم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاتهم واولادهم كانوا هاجروا الى المدينه، وقريش كانت عارفه كده، فكانوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج هيروح فين؟ المدينه عشان اصحابه، وكمان اهل المدينه بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام، وكان فيها اسلام كتير جدا، مسلم كتير، فما فيش مكان يناسب النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج فيه وهاجر اليه الا ايه؟ الا المدينه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا ابو بكر، الله، خرجوا لوحدهم، طب هم ما يعرفوش الطريق، الجبل بقى ايه واسع ولازم حد يعرف الطريق. كان في واحد اسمه عبد الله بن اريقد، اسمه ايه؟ ده كان كافر، كان مشرك، هم كانوا بيسموا عبد الله، كانوا بيسموا عبد الله، تمام؟ عبد الله بن اريقد ده كان كافر مشرك، بس كان اعلم اهل مكه بالطرق، يعني يعرف يوديهم اي مكان، يودي اي حد، اي حد عايز يروح مكان وخايف يتوه في الطريق ياخد ايه؟ ايوه ياخدوا معاه دليل، اسمه ايه؟ دليل. فكانوا اتفقوا معاه ان هو يروح معاهم، وهم عارفين ان هو امين، انتوا عارفين ان كانت حتى الكفار كانوا امناء، لان ده كان في عادات العرب الامانه. لكن دلوقتي في من المسلمين كتير قوي يا حبيبه ما عندهمش امانه، صح؟ ربنا يسامحهم وربنا يهديهم ويصلح حالهم، صح؟ فخدوه طلع معاهم، فبقوا كام كده دلوقتي؟ بقوا ثلاثه، النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه اللي هم صاحبوه في الرحله، يعني سيدنا ابو بكر الصديق وعبد الله بن اريقد. ايه اللي حصل في الطريق؟ وهم ماشيين في الطريق حد شافهم، راح مكه عشان يخبرهم انه شاف ايه؟ النبي وصاحباه. كان مين قاعد بقى في المجلس اللي هو الراجل ده راح لهم وقال لهم؟ كان قاعد واحد اسمه سراقه ابن مالك، وده كان فارس مغوار، فارس قوي جدا محدش بيقدر يغلبه يا حبيبه. فسمع الراجل وهو دخل قال لهم اني رايت محمدا وصحبه في اتجاه كذا. فسراقه قال لهم لا، ده دول ناس من بني فلان انا اعرفهم، ده مش محمد وايه وصاحباه. بيضحك عليهم، عارفين ليه؟ عشان يروح هو ويقبض عليهم وياخد ايه؟ الجمال. هما كام جمل يا حبيبه؟ 100 جمل، صح؟ عارفين الجمل كان غالي جدا عند العرب، 100 جمل، واحد يبقى عنده 100 جمل ثروه كبيره، ثروه كبيره قوي قوي، صح؟ المهم سراقه ركب الفرس بتاعه وطلع يجري ورا مين؟ ورا النبي وسيدنا ابو بكر الصديق وعبد الله بن ايه؟ أريقد. وشافهم، يا نهار أبيض، إيه اللي هيحصل؟ هيقبض عليهم؟ هيموتهم؟ وقالوا بقى يأتي بهم إيه؟ حيا، بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو إيه؟ أو ميتا. جه وراهم وشافهم وقرب منهم، لكن حصل حاجة غريبة جدا جدا جدا. رجل الحصان اتغرزت في الرمل زي ما قالت كده سلمى. وإيه اللي حصل؟ اتقلب الحصان بمين؟ بسراقة. سراقة وقع، ازاي ده؟ انا فارس والحصان بتاعه من اقوى الحصانة اللي موجودة. قام وركب الحصان تاني وجينا وراهم تاني، حصل نفس الحكاية مرة تانية، ورجل الحصان نزلت فين؟ في الأرض، في الرملة، واتقلب بيه الحصان ووقع سراقة. ايه ده؟ حاجة مش طبيعية، مين اللي بيعمل كده؟ ربنا، عشان يحمي مين؟ النبي وسيدنا أبو بكر من سراقة. مرة الثالثة وقع برضو به الفرس، إيه اللي حصل بقى؟ ناخد عبد الله وبعدين نكمل، صح؟ عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام. إزيك يا عبد الله؟ الحمد لله. ها، حافظ التكاثر ولا لأ؟ حافظ. طب يلا سمعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا يكن التكاثر حتى زرتم المقابر. لا، خد بالك خد بالك يا عبد الله، يا عبد الله صل على النبي. نعم. صل على النبي. حتى زرتم، مش حتى زرتم، حتى زرتم بقى أنا أسقطت الإيه؟ الألف بتاع حتى. حتى زرتم المقابر. زرتم المقابر.
كلا سوف نعم. قول حتى زرتم المقابر. في دوشة حوالين عبد الله مش مركز معايا. حتى زرت المقابر. حتى زرتم المقابر. المقابر. ها. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف. حتى زرتم المقابر. اسمعني بالتليفون يا عبد الله، ما تسمعنيش بالتلفزيون. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون ان اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن عن يومئذ عن النعيم. بارك الله فيك يا عبد الله، بس عايزك تسمعني بالتليفون يا عبد الله، ما تسمعنيش بالتلفزيون بعد كده ماشي. وبعدين كلم منك الالف بتاعها. هبة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هبة الله. نعم. ازيك؟ الحمد لله. اسمك جميل جدا. ها؟ حافظة التكاثر؟ ايه؟ ممكن اقرا سورة الشمس؟ سورة ايه؟ طب اقرا هنعرف دلوقتي الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما تحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بارك الله فيك يا هبة، هبة الله بارك الله فيك ما شاء الله عليك. واضح انها صغيرة لكن ما شاء الله عليها، ربنا يبارك فيها ويحفظها. فاطمة السلام عليكم. فاطمة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخة فاطمة، اخبارك ايه؟ انا فاطمة اللي هاجي معاك بكرة. هتيجي معايا بكرة؟ طيب انا اسعد بيكي يا فاطمة. انت عندك كام سنة يا فاطمة؟ عندك كام سنة؟ انا هاجي معاك في بكرة. طيب وانا اسعد بيكي، ربنا يبارك فيك تنوريني وتشرفيني. عندك كام سنة يا فاطمة؟ فاطمة ماشي. عندك كام سنة؟ أربعة. أربعة ما شاء الله. أربعة. أربعة ما شاء. أربع سنين. أربع سنين. طب سمعينا التكاثر كده يا فاطمة. أربعة. أربعة ما شاء الله. طب سمعيني سورة التكاثر. أربعة. أنا صدقتك والله خلاص يا فاطمة. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا ستعلمون. سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. راحت فين فاطمة يا فاطمة؟ هي بتروح فين فاطمة؟ ايه ده، بتنام وتصحى؟ طب تعالوا نتصل بينا مره فاطمه واحنا يعني نسعد بيها غدا ان شاء الله. معانا اتصال مين؟ سلمى؟ سلمى بس غير سلمى بقى بتاعتنا يعني، سلمى وسيف، احنا دي سلمى وحبيبه. سلمى السلام عليكم. ازيك يا شيخ احمد؟ ازيك يا شيخه سلمى؟ سلمى انت معايا الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ها؟ سامعيني بقى التكاتك. انا وسيف. انت وسيف طبعا، انت مش لوحدك. زي ما سلمى وحبيبه جم، انت وسيف تيجوا ان شاء الله. ان شاء الله. طب يلا سامعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون
ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما شاء الله عليك يا سلمى، انت جميلة، العظيم. بارك الله فيك يا سلمى، ربنا يحفظك انت وسيف، وانتظركم الاسبوع القادم ان شاء الله، هرتب معاكم الموعد بس في التليفون. انا كده وصلنا لحد فين؟ لحد ما ايه، ثلاث مرات وسراقه يقع من على الايه؟ الفرس. طب قبل ما اقول لكم بقى اللي حصل، ووقت الحلقه يعني بيجري بينا، عايز اسمع منك بقى حاجه كده يا سلمى، انت محضره لنا ايه اليوم؟ نشيد وحديث. نشيد وحديث. طب قول نشيد وقول حديث وراه على طول عشان نبقى ايه، خلصنا الموضوع. يلا قول النشيد. أمهات المؤمنين قدواتي في كل حين، أمهات المؤمنين قدواتي في كل حين، قدواتي في الحياة قدواتي في الوفاء، قدواتي في الحياة قدواتي في الوفاء، أمهات قدواتي في الحجاب قدواتي في العفاف، قدواتي في الحجاب قدواتي في العفاف، أمهات المؤمنين قدواتي في كل حين، أمهات المؤمنين قدواتي في كل حين، قد عجبت ولاءهن قد عرفت صفاتهن، قد عجبت ولاءهن قد عرفت صفاتهن، قد هويت وفاءهم قد ساعيت لمجدهم، قد هويت وفاءهم قد ساعيت لمجدهم، أمهات المؤمنين قدواتي في كل حين، أمهات المؤمنين قدواتي في كل حين، أحفظ القرآن حتى أتصف بصفاتهم، أحفظ القرآن حتى أتصف بصفاتهم، أفهم الآيات فهما نافعا دنيا ودين، أفهم الآيات فهما نافعا دنيا ودين. ما شاء الله عليك يا سلمى، جميلة سلمى والله ما شاء الله، بس وضع الصيام يعني تعبها كتير قوي قوي قوي، ربنا يبارك فيك. طب هاخد الحديث منك، بس ناخد تقى وإيه وإيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا تقى؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الله يكرمك. احنا اتفقنا بقى ايمان هتيجي معانا ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله نسعى بيها ان شاء الله. طيب سمعينك، سمعينا بقى الصوره يا تقى. ادفع الاول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما شاء الله عليك يا تقى، قراءتك طيبة، ربنا يبارك فيك. دينا إيمان بقى. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا إيمان؟ الحمد لله. ها؟ سامعيني بقى سورة التكاثر. ادفع الأول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أحلى دفع ده في الدنيا. الواحد ممكن يدفعه يعني. ماشي. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انقطع الاتصال، كنا عايزين نسمع إيمان، يعني تعاود اتصال بينا مرة ثانية إن شاء الله. يلا حديث بقى يا سلمى. صلى الله عليه وسلم. قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. صدق رسول الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك. والحياء شعبة من الإيمان، صح؟ حبيبة الجميلة، ها محضرة إيه؟ التحفة وأدبية. التحفة كلها؟ التحفة كلها عايزة برنامج لوحده؟ لا مش التحفة. أمال إيه؟ لا المقدمة بس؟ مش كلها، امال ايه؟ نصها. طب خلينا ناخد، طب حتى بس المقدمه.
ماشي يلا سمعي. يقول راجي رحمة الغفور نوما سليمان هو المزوري. الحمد لله صليا على محمد وآله ومن تلاوى بعد هذا النظم المريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شكل علمه ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. بس كفاية كده في التحفة، خلينا بقى في الآداب اللي أنت محضرها لنا. آداب إيه وآداب إيه؟ آداب المريض وآداب الطريق. طب خلينا في آداب المريض الأول، آداب زيارة المريض يعني. لما نحس بحاجة حتى إيدينا نلم على موضع. لا أنا ما سمعتش، حد سامع حاجة؟ أنا مش سامع. تعالي الصوت، أنت قصدك إيه اللي المفروض يعمله المريض لما يمرض، صح كده؟ يلا. لما نحس بحاجة وجعانا نحط إيدينا اليمنى على موضع الألم. ونقول بسم الله 3 مرات ونقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد واحد 7 مرات. لما نروح عند حد مريض منقعدش عند كتير ونقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. جميل. إلا بس لو هو قال لنا حلو أوي. يعني قالت المريض لما يحس بمرض يضع يده على موضع الألم تمام ويقول بسم الله 3 تمام ويقول ايه؟ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر تمام. ولما نروح لمريض ما نقعدش عنده كتير. في ناس بتروح تقعد كده يقعد طول اليوم كده عند المريض تمام، والمريض تعبان عايز يستريح صح؟ ويدعي ليه صح كده؟ ايه بقى الأدب الثاني؟ أدب الطريق اللي هو ايه بقى؟ نسير على الجانب الأيمن من الطريق. جميل. نلقي السلام على كل المسلمين. تمام. لو لقينا حد تايه ندله على المكان اللي هو عايزه. كف الأذى، مش تمشي حد ونضرب حد. لو لقينا قشر موزة أيوه ماشي. أو طوبة أو غصن شوك نشيلها ونحطها على جنب. عشان محدش يتأذي. ما شاء الله جميل جدا جدا يعني. بالتالي بقى احبابنا الصغار عرفوا دلوقتي ان هم وهم ماشيين في الطريق يعملوا كل اللي قالت عليه حبيبه الجميله صح كده؟ معانا وقت قد ايه يا استاذ ايمن؟ طيب نكمل بقى ايه كلامنا. ايه اللي حصل مع سراقه و سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سراقه لما وقع تمام 3 مرات فعرف ان الموضوع مش موضوع ان هو مش عارف يسوق الفرس ولا الفرس فيه مشكله، عرف ان ربنا حال بينه وبين مين؟ وبين ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم تمام. عرف ده، فايه اللي عمله سراقه؟ وقف مكانه اتسمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اقترب. ايه ده؟ يقرب منك يا رسول الله؟ يقرب منه وخلاص. النبي عرف ان هو استحاله يصل اليه واستحاله انه يؤذيه، فقال له يا سراقه اعد و يعني ضلل القوم عنا، يعني ابعدهم عننا ما تخليهمش يعرفوا احنا فين. قال له وماذا لي اما اعمل ده؟ اما انا ارجع دلوقتي ومش هاذيك واضلل القوم اقول لهم ان انا ايه ما قابلتهمش وما شفتهمش والكلام ده كله تمام؟ واقول لهم انهم مشوا في اتجاه عكس الاتجاه اللي انتم مشيتوا فيه. انا ايه اللي ليا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك سوار كسرى. ايه ده؟ ده انت يا رسول الله ماشي انت وابو بكر متخفيين من اهل قريش. انتوا عارفين من القصر ده؟ كان اعظم حاكم في الدنيا كلها. في العالم كله. كان حاكم الفرس. ودي كانت اكبر قوه موجوده في الوقت ده. يعني انت هتنتصر عليهم وهتديني الاساور اللي في ايد كسرى؟ حد يصدق الكلام ده؟ احنا نصدق لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى صح كده؟ ابدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب له بهذا، كتب له ايه؟ كتاب. ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ويموت سيدنا ابو بكر الصديق ويبقى سراقه اسلم في 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 وقت متاخر ويبقى سيدنا عمر بن الخطاب هو خليفه المسلمين
وينتصر المسلمون على الفرس، ويكون في الجيش ده مين؟ سراقة. ويندح سيدنا عمر لما يدخل قصر، يدخله قصر كسرى ويقول أين سراقة، ويعطيه إيه؟ سواري كسرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إيه ده الجمال ده؟ في حاجة حصلت تاني في الهجرة بسرعة كده أقول لكم، عارف الوقت خلاص يعني اقترب من الانتهاء، وهم ماشيين بعد كده سابوا بقى سراقة ومشوا، لقوا خيمة في الجبل، كانوا بقى عطشوا بقى خلاص والأكل اللي معاهم قرب يخلص، فعدوا على إيه؟ على خيمة، فلقوا فيها ست عجوز اسمها أم معبد. اسمها إيه؟ أم معبد. أم معبد دي كان عندها معزة صغيرة كده، هزيلة ضعيفة جدا، ما فيهاش حاجة خالص، فطلبوا من أم معبد إنها تسقيهم أو إيه تطعمهم يعني. فقالت إن السنة دي سنة جدب، السنة دي ما كانش فيه عندهم خير، ما فيش مطر نزل كتير، فالأرض ما طلعتش مرعى، فالغنم ما كلوش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الشاه دي فقال لها أعطيني الشاه، فأعطته الشاه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها ودعا ربه فامتلأ ضرع الإيه الشاه، ده شاه صغنونة خالص وهزيلة وتعبانة، امتلأ بالماء، شرب النبي وشرب سيدنا أبو بكر الصديق، وقال لأم معبد ائتيني بإيه؟ بآنية، أي 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 أطباق عندك، وملأها كلها لبن، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما مشي النبي صلى الله عليه وسلم بفترة جاء أبو معبد، فحكت له أم معبد ما حدث، فقال الله قال لها إنه محمد وصاحباه، عارف إن ما حدش يعمل ده إلا مين؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كان مين مع النبي في الرحلة ديت؟ سيدنا أبو بكر الصديق. في حاجات تانية، في بعض الأمور اللي حدثت في خلافة سيدنا أبو بكر الصديق عند وفاة النبي أولا، ثم في خلافة سيدنا أبو بكر الصديق لازم نتكلم عنها، هنتكلم عنها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى غدا قبل هذا الموعد بساعة تقريبا، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أنا سعدت جدا بسلمى وحبيبة، بارك الله فيك يا سلمى، سلمى سيد وحبيبة سيد، بارك الله فيكما وفي والديكما، قولوا أمين حتى، أمين يا رب العالمين. وأشكر كل من اتصل علينا وكل من شاهد هذه الحلقة، وشكر خاص لفريق العمل ورأس فريق العمل أخونا أيمن نبراوي وأخونا إسلام وفريق العمل معهما، أسأل الله أن يبارك في الجميع. أختم بمكان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم المجلس به، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني.